أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17/9/2024. الدولار الأمريكي سجل الدولار الأمريكي سعر 48.35 جنيه الشراء، 48.48 جنيه للبيع. اليورو سجل اليورو سعر 53.83 جنيه الشراء، 53.98 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني سجل الجنيه الاسترليني سعر 63.88 جنيه للشراء، 64.06 جنيه للبيع. دولار كندي سجل الدولار الكندي سعر 35.56 جنيه للشراء، 35.66 جنيه للبيع. كورون دنماركي سجل الكورون الدنماركي سعر 7.21 جنيه للشراء، 7.23 جنيه للبيع. كورون نرويجي سجل الكورون النرويجي سعر 4.56 جنيه للشراء، 4.57 جنيه للبيع. كورون سويدي سجل كورون السويدي سعر 4.75 جنيه للشراء، 4.77 جنيه للبيع. فرنك سويسري سجل فرنك سويسري سعر 57.22 جنيه للشراء، 57.41 جنيه للبيع. 100 ين ياباني سجل 100 ين ياباني سعر 34.36 جنيه للشراء، 34.46 جنيه للبيع. ريال سعودي سجل الريال السعودي سعر 12.88 جنيه للشراء، 12.91 جنيه للبيع. دينار كويتي سجل الدينار الكويتي سعر 158.56 جنيه للشراء، 159.05 جنيه للبيع. درهم إماراتي سجل درهم إماراتي سعر 13.16 جنيه للشراء، 13.20 جنيه للبيع. دولار استرالي سجل دولار استرالي سعر 32.66 جنيه للشراء، 32.76 جنيه للبيع. دينار بحريني سجل الدينار البحريني سعر 128.28 جنيه للشراء، 128.65 جنيه للبيع. ريال عماني سجل ريال عماني سعر 125.57 جنيه للشراء، 125.93 جنيه للبيع. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.